السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، في احوال جيده. مبروك عواشركم. كيفاش غادين مع رمضان؟ غبرت عليكم شويه، ولكن راكم عارفين كيكون شويه الضغط ديال الوقت. صراحه مزيان اني ما شديتش الخدمه في رمضان، يلا بديت كنكمل الحوايج اللي كنت شادهم قبل من رمضان. صراحه الوقت جاني مزاحم بزاف، بالخصوص مع الوليدات. المهم انا اليوم حاولت نخطف شويه ديال الوقت باش نوريكم لي موديل اللي خدمت. كيف ما ديما في العبايات، عبايات في الوان مختلفين ديال المتابعات ديالي، حتى هما غيبغيو يشوفوا الموديلات ديالهم قبل ما يوصلوهم. وعندي جديد اللي هو هاد الجين، هاد الشميز هادي. مهم غير خليكم متابعين لا فيديو حتى الاخر، وكيف ما ديما كنطلب منكم لي جيم والبارطاج ديال لا فيديو، هكا باش كتزيد تكبر القناه بالفضل ديالكم. وسمحوا لي بزاف على الدروس، راه والله ما كاين الوقت كيفاش غادي نخدم معكم، وكنبغي نكون كونسونطري، كنبغي نعطي كل ما في جهدي في الدروس، كنبغي نشرح مزيان. يعني الوقت ما ساعفنيش. المهم غنحاول كل ما قدرت راه نخدم معكم ان شاء الله باذن الله. بزاف كتسولوني على الجلابه الخضراء ديك لي سامبل، غنخدمها معكم في الدروس ان شاء الله ديال الصلاه والخياطه، غير صبروا عليا شويه. المهم البنات تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، وكيف ما ديما لي جيم والبارطاج هكا باش كتزيد تكبر القناه وكتبان الناس اكثر، بخصوص انني ما كنحطش لي فيديو بزاف. شكرا لكم بزاف على خطيكم، وتبعوا لا فيديو حتى الاخر. بنات اول موديل هي هاد الشميز هادي، هذا الجين طونسيل خفيف بارد وزوين بالنسبه للناس اللي بغاو يحطوا هكا الصيف، بارد البنات وزوين ومخاتيك، راه ما تتكمش من حتى شي حاجه، وبارد في نفس الوقت. هانتوما فيها جياب بحال هكا، خدمت لي مونش بحال هكا بالمقلوب ديال الجين، هنا مطويه على جوج مرات، ودرت لها هاد الرابه بحال ما هكا فيها تصديفه، كتجي عطي واحد ديكور رومي وزوين. وهنايا في بلاصه الصفر خدمت بالمقلوب ديال الجين، كل شميزي ومن اللور غيبان لكم فيها واحد القطيعه ديك، كتعطي واحد ديكور زوين، وديرها من تحت هكا اوفال. انا خدمتها تحت من الركبه، اللي بغاتها طويله حتى لتحت راه غنخدمها لها طويله حتى لتحت. توب زوينه البنات، كاليتي مزيانه. اللي بغات هذا الموديل راه باقي عندي ديال بياسه وحده اللي سبقات ليه، هي اللي غتاخذو، وغادي يجيب ليا لون اخر، زواقه مختلفه على هذه. بالنسبه للثمن البنات حيت التوب شويه داير الثمن. المهم اللي بغاتها بهذا الطول تحت من الركبه، ما شايفه ليكم ها هو باين بحال ما هكا، ب 300 درهم. اللي غتبغيها طويله حتى لتحت 350 درهم. توب زوين وموديل حتى هو زوين، ومرحبا بالجميع. اللي بغات دير سكرين وتواصل معايا في الواتساب، ونبين لكم دابا الموديلات اللي خدمت للمتابعات الاوفياء ديالي. السيده رشيده من ميدلت، هذه شوميز اولا عبايه، اللون ماشي بحال اللي في الصوره حيت دابا انا كنصور لكم في الليل. اللون هنا مغلوق شويه، هنا هذا لون كموني، الا كنتو كتعرفوا اللون الخضر الكموني راه هو هذا في الفيديو، كيبان لي بارد واحد شويه. المهم ونوريكم الموديل، فيها قطيعه هنا اوليبلي، طراطقها تحت لتحت، هاد الطريقات النحاسيين كيجيو زوينين. درت لها كور شوميزي كيف ما قلت لكم، شوميز هي طويله حتى لتحت، اللي كتبغي تسمي عبايه راه كيسموها حتى عبايه. بلي كرو في الظهر، ولي مونش البنات بحال لي مونش اللي لابسه انا هكا، باقا واحد الفنيته هنا غنحيدها. كيجي هكا الكم متني، وفي هاد الرابه بحال هكا زوينه بزاف. توب البنات كريب دو سوا ديال كوريا، حاجه مزيانه اللي كيخدموا بها الناس جلال، انا كنخدم بها العبايات. بالنسبه للبنات الثمن ديال هاد الشوميز 350 درهم، غلبسها حيت قريبه ليا شويه في العبار، ونكملوا لا فيديو. البنات هادي الشوميز اللي كنت لابسه، هانتوما كيف ما قلت لكم نوريكم لي ديطاي. هنايا راه خدمت بالمقلوب ديال الجين في البلاصه ديال الصدف، هنا كل شوميزي، واللور راه فيه هاد القطيعه بحال ما هكا بهاد البلي هادي اللي كتجي خارجه ماشي بلي كرو ديال الشوميز. وهانتوما شوفوا من تحت كيفاش كتجي، كتجي هكا اوفال كيف ما قلت لكم. طول كل وحده كيفاش كتبغي، الا بغيتي طويله راه نخدمها لك طويله مرحبا، ولي مونش متنين بهاد الطريقه بحال ما هكا. وجياب البنات كيف ما قلت لكم،
وانا لبست العباية او الشميز ديال السيدة رشيدة، كنقول لك ان شاء الله بالصحة والراحة. شوفوا لي الكول كيفاش جنفيني ومقبوط، انا حاولت سدو حتى الفوق باش يبان لكم كيفاش. ولي مونش شوفوا لا فينيسيون كيفاش دايره ليات هنا، هي راه العبار ديالها صغر مني واحد شوي. المهم حاولت بزاف باش نبينها لكم، وكيف ما نسيت ما قلتش لكم انها فيها الجياب. البنات الجياب كيبقى اختيار ديال كل وحده، اللي بغات جياب كنخدموا، لا اللي ما بغاتهمش ما كنخدموهمش ليها. يعني راك تي غتكوموندي غتقولي لي راك باغا الجياب، حيت لما قلتيش لي باغا الجياب راه ما غنديرهمش لك. كيبقى اختيار كنزيدوا هذاك الشيء على حساب كل وحده اشنو كتبغي. كنقول رشيدة تلبسها ان شاء الله بالصحه والراحه، جاتها فنه. اللون ما كيبانش بحال اللي في الصوره، كيبان هنا كلير شويه ولكن هو راه مغلوق واحد شويه. المهم كيف ما قلت لكم راه خضر كموني زوين. واللور البنات ديك التريكوت اللي كنت جعتي واحد الديكور زوين. ونكملوا لي موديل ديال المتابعات ديالي. هاد السيده من بركان خدمت هاد الموديل في البيج، طلع عليها فن البنات. هي غلبسها غتبان لكم اكثر. هاد الموديل عقلتو عليه بسلسله ارجونتي وهاد لي كلو وهاد لي بلي. هاد الموديل حتى هو طلبتوه مني بزاف، ف بغيتوني نخدم معكم الفصاله ديالو، علاش لا، مرحبا ان شاء الله غير يكون عندي الوقت وانا معكم ان شاء الله. البوانيه كتجي بهاد الطريقه ولي مونش هكا بوفو كما قلت لكم، حتى تلبس عاد غتبان لكم. والثوب كيف ما ديما راه كريب دو سوا ديال كوريا. ها انتم البنات وهاد لي كلو كتسولوني عليهم، راه كناخذهم من راه ديما كنقولها ولكن كيتعاود ليا نفس التساؤل، ماشي مشكل نعاود نجاوبكم. انا ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. المهم البنات هاد لي كلو في قصرية الزيتونه في درب عمر، واللي بغات النمره ديال السيد اللي كيبيعهم ليا راه كتواصل معايا في الواتساب وكنعطيها النمره. وبغيت نتفكر نقول واحد الحاجه مادام تفكرتها على الواتساب، الا شتيني ما جاوبتكش عاودي صوني عليا، ضروري عاودي صوني عليا، راه غير تيكون عندي الضغط في التليفون وصافي كيمشي الميساج ديالك. ضروري عاودي صوني عليا راه كنجاوب، ما كنبغيش ما نجاوبش الناس. بالعكس انا مادام دايره النمره ديالي على قبلكم باش اي تساؤل عندكم نجاوب عليه، مرحبا علاش لا. المهم البنات بالنسبه للثمن البنات ديال هادي هاد العبايه هادي بزاف ديال الكهولي، ما تقوليش عبايه قولي شميز، كيشوفوا فيها الكول سميوها كيف ما كتبغيو تسميوها ماشي مشكل. عبايه ولا شوميز وما انا نقول موديل، هاد الموديل من لورا تيكون سامبل غلبسها تبان لكم اكثر. الثمن البنات 350 درهم، هذه 350 وهذه 350، والشوميز الاولى اللي وريتكم 300 درهم، واللي بغاتها طويله حتى لتحت 350 درهم. غلبس لكم هذه ونكملوا لا فيديو. البنات شوفوا ملي تلبسات كيفاش جات، جات فنه. كنقول مولاتها تلبسها ان شاء الله بالصحه والراحه. المهم هاد السيده راه من بركان، حاولت نتفكر السميه مشات لي من بالي دابا. المهم البنات شوفوا ليا الموديل كيفاش جا، كنقول لها تلبسيهم ان شاء الله بالصحه والراحه. عندها هذه وحده في النواق حتى هي غنوريها لكم. بغيت نوريكم هاد لي مونش كيفاش كيجيو فينين هكا، كيجيو بوفو بهاد الطريقه. ها انتم قريبه ليا في العبار، غير قصير علي واحد شويه. المهم هي غتجيها ان شاء الله باذن الله تجيها مزيانه. لي بلي كيجيو هابطين مقادين، ولي كلو كيجيو هكا مخالفين، كيجيو حتى في الكول كيجيو عاطين واحد الديكور زوين. شوفوا لي الكول كيفاش مفيني، كل شوميز ديال حقو طريقو. والسلسله البنات ديال الحديد شي حاجه زوينه، كاليتي مزيانه في لارجونتي. كنقول لها تلبسيها ان شاء الله بالصحه والراحه، هي في العبار ديالها غتجيها احسن. وعندها كما قلت لكم البنات الثمن ديال هذه 350 درهم، وعندها عبايه اخرى كحله. لا ماشي هي هذه، هي هذه عندها هذه. عقلت البنات على هذه، كانت كنبقى عندي واحد شويه ديال لاستيك، كنت قلت لكم راه بقاو غير اربع ديال البياسات. المهم دابا بقى لي ديال البياسه وحده غير، كل مره كنلقى راسي مخبيه شويه ديال لاستيك في شي بلاصه ما كنتش عارفاها. المهم حتى كنت حبست فيها، اللي كانوا باقين باغين هاد العبايه عاودوا يتواصلوا معايا، حيت بزاف اللي سولوني قلت لهم ما بقاش عندي هاد لاستيك. المهم دابا راه كاينه ديال بياسه وحده. هاد الموديل راه كتبغيت لكم شحال من مره، فيه هكا سلسله ديال العظم شي حاجه اللي زوينه في النواخ، ولاستيك هنايا بالبلياس. هاد خدمت معكم في الصاله ديالها لور سامبل، ولي مونش هكا فيهم لي بلي في الكتيفات،
والكمين فيهم هذاك اللاستيك كيجي عطي واحد الديكور زوين كتجي بحال دايره شي بغاسلي طويله حسن تحت. وبالنسبه للبنات الثمن ديال هذه 380 درهم، هذه 350، هذه 380. غادي نلبسها لكم ونكملوا لا فيديو. البنات الحاجه حتى كتلبس عاد كتبان، واخا لابسها لكم شحال من مره، المهم بالنسبه للناس اللي داخلين اول مره القناه ديالي باش يشوفوا كاع لي موديل اللي عندي، مرحبا بالناس كاملين. وبالنسبه لطريقه كيفاش كتكتبوا لي ديما في لي كومونتير كيفاش اختي غنتواصلوا معاك وكيفاش غنخدموا معاك، المهم البنات كديري سكرين على موديل مثلا عجباتك هاد العبايه كتسكرينيها وكتواصلي معايا في الواتساب، راه ديما كنخلي نمرة التليفون ديالي كتقولي لي بغيت هادي كنتفاهم معاك كنقول لك الثمن ديجا كنكون قايلاه في الفيديو، كتختاري اللون اللي بغيتي صافي وكتصيفطي لي العبارات ديالك. ملي كنتفاهموا على اللون وعلى الثوب وعلى كلشي وعلى على الثمن وعلى كلشي ولا العبارات هما كتكوني صيفطيهم ليا صافي كتفرسي ليا في الكونت ديالي، انا دايره كونت في السياش على قبل هكا على قبل الناس اللي كيبغيو يحطوا عندي صافي، هذيك الساعه كنخدمها لك. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي لا علاش تكملي، لا ما يمكنش ضروري غتفرسي ليا قبل باش كنشري لك الثوب ديالك وباش كنخدم لك الحاجه ديالك، حيت كنخدم سوغ كوموند ماشي كيكونوا عندي واجدين صافي. هذه حيت ديما نفس السؤال في الواتساب بزاف اللي كيبقاو كيهضروا معايا حتى الاخر كتقول لك لا حتى تكملي عاد غنصيفط لك، لا اختي كتصيفطي في الاول، هذه هي طريقه الخدمه وكنخدمها لك وكنصيفطها لك كتوصلك حتى لعندك. وتفكرت الناس اللي عطلتهم في هذا رمضان يسمحوا لي بزاف، والله ما لقيت كيفاش ندير على حساب الوقت، وهو ماشي شي تاخير كثير غير بحال تقولوا هاد السيمانه الاولى دازت عندي شويه مزاحمه ما كنلقاش الوقت كيفاش ندير. المهم انا حاولت تقريبا في هاد يومين غنكون كملت الخدمه ديالي كامله، وغادي نشد الخدمه ولكن غنخدمها ان شاء الله باذن الله وراء العيد. هادشي اللي كاين هذا توضيح. المهم البنات ها هي جاتها هاد العبايه الثانيه حتى هي زوينه، خدمت هذه في النواق والاولى اللي وريتكم في البيج. سمحوا لي كنحاول نزرف في الهضره، سمحوا لي ولا كنت كنطول عليكم، سمحوا لي بزاف، كنتمنى ديما نكون خفيفه على قلوبكم. ونكملوا البنات، بقات لي عبايه وحده تعطوني الاراء ديالكم فيها، هذه بدلت فيها شويه، هاد اللوين عجبني بزاف. المهم هاد العبايه ديال الوالده ديالي درت فيها هكا القطعه كتجي هكا بحال لافي، غادي نلبسها باش نبينها لكم اكثر باش تبان لكم حيت ما كتبانش هكا ما ملبوساش، ودرت لها لي مونش هكا بوفون كاملين من الفوق ومن التحت فيها هاد البوانيه بهاد الطريقه، وجويبات كيف ما قلت لكم كيبقى اختيار ديال كل وحده اللي كتبغي الجياب راه كنخدم لها الجياب. ومن اللور درت ليها هاد البلي بحال هكا، ماشي بلي كرو، هادي بلي شوميز صافي. هادي هذا هو اخر موديل. بالنسبه للثمن ديال هادي 350 درهم البنات، راه كنحاول نتفكر الاسمين ونقولهم ليكم باش اللي بغات شي حاجه تواصل معايا. مثلا عجباتك هذه دير لها سكرين وتواصلي معايا في الواتساب، غنوريك الالوان اللي كاينين كاملين في الكريب دو سوا، كتختاري اللون على حسب الذوق ديالك انتيا. درت لها هاد كرافاطه بحال ما هكا، مهم غنلبسها ونكملوا لا فيديو. هانتوما البنات قولوا لي كي جاتكم العبايه ديال الوالده ديالي، كنقول لها تلبسيها بالصحه والراحه والله يخليك لينا يا ربي. هانتوما فيها سلسله هكا مقاشيه، هي ديما عزيزه على السلسله كتبغي شي حاجه تجيها براتيك، ودرت لها هاد ستيل هكا ديال الكرافطه كتجي كلاس انيقه وزوينه. ولي مونش هانتوما كيف ما كتشوفوا لي مونش هكا جاوا بوفو، هي كتبغي العرض جياب ضروري من الجياب، كنقول لها تلبسها بالصحه والراحه. والكريب البنات شوفوا شحال كيجي طايح وزوين وكيجي منخوي في اللبسه ديالو، شحال من وحده شحال من مرتوب كيقول لي خدمي هاد العبايات في كريب روزا غيتقام عليك رخص، هو راه ماشي خايب كريب روزا راه زوين ولكن ما كيقنعنيش ما كيجينيش بحال كريب دو سوا، كيجي ثقيل وزوين وفي نفس الوقت راه مبرد ماشي سخون، وحاجه مزيانه هكا كيبقاو عندك ديما ما كيخسروا ما حتى شي حاجه، على حساب البنات هاد الثوب راه ما كيتنسل ما كيخسر ما حتى شي حاجه، شي حاجه اللي زوينه اللي غتبقى عندك ديما. عجبتني العبايه زوينه
تعطوني اراء ديالكم في لي كومونتير ضروري كنبغي الراي ديالكم. هانتوما شوفوها من اللور كيفاش كتجي. وجينا البنات الفينال ديال الفيديو، كنقول لكم شكرا لكم بزاف، ما تبخلوش عليا البنات بالبارطاج ديال لا فيديو وبلي جيم، وكنوعدكم ان شاء الله باذن الله ما نوعدكمش دابا في رمضان، ورا رمضان ان شاء الله غنحط لكم بزاف ديال الدروس ديال الفصاله وديال الخياطه غيكونوا متابعين ان شاء الله باذن الله. و عطوني اراء ديالكم في هاد لي موديل اللي حطيت لكم اليوم، وان فوا نكمل الحوايج اللي باقين عندي حيت فيهم الوان مختلفين وموديلات حتىهم مختلفين ضروري غنحطهم لكم ان شاء الله باذن الله. تسناوني الفيديو الجاي، بسلام عليكم.